السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة الصحة والجمال في كل مكان، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج أكلات المرضى. في هذه الحلقة نخصصها عن موضوع الرجيم والشتاء، وصورنا في هذه الحلقة أن نستضيف السيد الأستاذ الدكتور أحمد مشعل، رئيس وحدة العلاج الطبيعي والسمنة بالمركز القومي للبحوث. بنرحب بحضرتك. أهلا بيك. أهلا بيك بحضرتك. في البداية حضرتك يا دكتور، عايزين نتكلم على نظام الرجيم في الشتاء. يا ترى ايه مفهوم نظام الرجيم مبدئيا في الشتاء، ولسه هنتكلم بعد كده عن اختلافه في الصيف. كويس. احنا يعني ايه الاول رجيم شتاء، ويعني ايه ليه رجيم صيف؟ أيوة. وليه هنعمل حاجه اسمها الدايت الفصلي؟ يعني انا ليه كل فصل ليه مميزات معينه طيب. وانا بحط له نظام تغذيه وبحط له علامات معينه للاكل طيب. احنا السلوك العادات بتاعتنا بتختلف ما بين الصيف وما بين الشتاء. يعني انا هل التعادات اللي انا بعملها وانا في الصيف نفس العادات اللي بعملها وانا في الشتاء؟ يمكن خلينا نقول ان الصيف يتميز بالانطلاق، الناس بتخرج بتتحرك، بيبقى معظم الاولاد عندهم اجازات فبنقدر نروح النادي بنتحرك، يبقى احنا عندنا نشاط بنبذله. لكن دائما في الشتاء بيكون عندنا اللي هو فصل دراسي، اللي هو الفصل الدراسي الاول دايما بيبقى فيه مذاكره، بيبقى فيه دروس، بيبقى فيه امتحانات. يبقى احنا عندنا فصل الصيف بيتميز بالحركه الزياده، وفصل الشتاء بيتميز بيه ان احنا مركزين في المذاكره او قاعدين في البيت ما بنتحركش حتى نظرا لبروده الجو. طيب. كمان عندنا فصل الصيف بيتميز بايه؟ فصل الصيف بيتميز انه احنا عندنا فقد مستمر للميه علشان نخفض درجه حراره الجسم. تمام. بينما فصل الشتاء احنا محتاجين نرفع درجه حراره جسمنا. يبقى اذا انا محتاج في الشتاء لدايت ليه مميزات وعلامات معينه، وفي فصل الصيف او في الاوقات اللي بيبقى فيها درجه حراره مرتفعه محتاج الى نظام غذائي بعلامات ومميزات معينه. بقدر نقول حضرتك يعني القاسم المشترك بين في أنظمة الرجيم المختلفة في الشتاء بيكون هو ايه حضرتك؟ بص، احنا الاول خلينا نقول ايه اللي بيحصل في جسمنا في الشتاء. تمام. احنا بنشعر بدرجة الحرارة برد. طيب انا جسمي عايز يرفع درجة حرارته علشان يعوض الفقد بتاع درجات الحرارة. درجة حرارة جسم الانسان الطبيعي 37 درجة مئوية، المفروض انه انا احافظ على هذه الحرارة علشان ما يحصليش حاجة اسمها هايبوثيرميا، اللي هو انا الاقي درجة حرارتي انخفضت مرة واحدة نتيجة برودة الجو. تمام. خصوصا انه احنا بقالنا كام شتاء في مصر ابتدت درجات الحرارة تنخفض قوي. تمام. اللي بيحصل انه جسمنا بيبتدي يزيد في معدلات حرق الدهون، علشان حرق الدهون ينتج طاقة حرارية، الطاقة الحرارية دي بترفع درجة حرارة جسمي. يبقى انا في الشتاء بفقد ايه؟ دهون يا دكتور. يبقى انا طول فصل الشتاء بفقد دهون علشان انا بحرقها علشان ارفع درجة حرارة جسمي، بينما في الصيف بفقد سوائل علشان اخفض درجة حرارة الجسم. انا في الصيف بيحصل زيادة في معدلات العرق علشان الجسم يبتدي يترطب وتنخفض درجة حرارته عشان ما ترتفعش. مثلا لو درجة الحرارة النهاردة 50، هل معقول جسمي يتأثر بدرجة الحرارة ويوصل ل50؟ طب ازاي ما بيحصلش هذا الكلام؟ دي معجزة الهية، انه انا عندي نظام العرق اللي هو التبريد بتاع الجسم يبتدي يخرج كم من السوائل يرطب لنا الجلد ويحافظ على درجة حرارة الجسم. في الشتاء علشان ما تنخفضش درجة الحرارة يبتدي نظام الحفاظ على درجة الحرارة في حرق معدل زائد من الدهون والسعرات الحرارية ينتج لنا الطاقة الحرارية اللي بتحافظ على درجة حرارة جسمنا. طيب كيف نحقق بقى المعادلة حضرتك دلوقتي؟ أنا في الشتاء محتاج أكل كتير عشان أنتج طاقة. مظبوط. وفي نفس الوقت عاوز أعمل رجيم عشان أخس. الأول نتناقش عن الإشاعة السائدة. مفيش حرق في الشتاء، مفيش تخسيس في الشتاء، الكلام ده صحيح؟ اطلاقا لا. تمام. اطلاقا لا، ما ينفعش. الشتاء ده فصل زياده الحرق. انا عندي مؤثر بيؤثر عليا طول الوقت اللي هو انخفاض درجه الحراره، اللي هو ان شاء الله حتى يكون دش ميه ساقعه. احنا لو خدنا دش ميه ساقعه بيحصل انخفاض في درجه الحراره بتاعت الجسم يعوضه جسمنا بحرق للطاقه. تمام. خلاص، يبقى انا عندي مؤثر بيخليني احرق طول الوقت كم من الدهون، هذا الكم من الدهون بيجبر جسمي على رفع معدلات الحرق. انا لما بحرق هذا الكم من الدهون جسمي بيدي اشارات للمخ يقول له لو سمحت احنا عايزين ناكل. انا لما اسمع هذه الاشارات، لما المخ يسمع هذه الاشارات ويدي للمعده اشاره اشعري بالجوع واطلبي اكل، انا اللي بروح بتوجه يا اما للاكل اللي يزود لي وزني او بتوجه الى الاكل اللي
ممكن يكون سهل الحرق وسهل في انتاج الطاقة وفي نفس الوقت لا ما يزودش جسمي. عاوزين امثله مثلا حضرتك يا دكتور على الاطعمه في الشتاء اللي هياكلها ما تزودش الوزن وفي نفس الوقت تديله طاقه. خلينا نقول الاول انه كده كده الاكل ده هيتحرق. يعني حد يقول لي طب ما انت كده كده الاكل ده هيتحرق وكده كده الاكل ده هيدخل طاقه. طب انت ليه في اكل يزود الوزن واكل ما يزودش الوزن؟ في اكل معين بيحتاج الى عدد ساعات اطول في الهضم، زي الاكلات اللي فيها محتويات دهنيه زي الزيوت. الناس اللي بتاكل كربوهيدرات مع زيت زي ايه؟ زي البطاطس. البطاطس المحمر ده كربوهيدرات واتقلت البطاطس كانت محمره في زيت فاصبحت حاجه معقده للغايه. هذا الشيء المعقد الى الغايه لما بيخش المعده بياخد عدد ساعات اطول في الهضم تقريبا 6 ساعات. المهم مش هيمدك بالطاقه الحراريه اللي انت محتاجها لان انت محتاج حاجه سريعه الهضم علشان تدينا بسرعه طاقه. وفي نفس الوقت جسمنا لما بياخد الطاقة اللي فيها بيخزنها لان هي بتكون زيادة عن اللزوم والجسم بيحتاج شيء معين يعني معدل معين من السعرات الحرارية. اي شيء ازيد منه بيبتدي يعمل له عملية تخزين. ايه هي الاغذية اللي احنا بناخدها علشان ما تزودناش في الوزن وفي نفس الوقت تمدنا بالطاقة اللازمة؟ الطاقة اللازمة دي اللي هي الكالوريز. انا ممكن اخد كالوريز في حاجات سهلة الهضم زيها. خلينا ناخد مثلا الجبنة القريش كمثال. احنا بناخد في الجبنة القريش الكالسيوم وبناخد في الجبنة القريش بروتين وبناخد في الجبنة القريش مجموعة احماض امينية وبناخد فيها كمان بكتيريا بتسهل عملية الهضم. اذا انا الجبنة القريش عندي منخفضة السعرات الحرارية جدا وفي نفس الوقت بتمدني بالطاقة. ممكن ناخد على سبيل المثال الفواكه. الفواكه احنا عندنا من الحاجات الفواكه الكويسة جدا التفاح بيديني كم كويس من الالياف بيسهل عملية الهضم، بيديني الحديد وده بيزود مستوى كفاءة الدورة الدموية، وكمان عندنا المشروبات العشبية من الحاجات اللي بتزود جدا الطاقة بتاعت الجسم في فصل الشتاء. تمام، احنا خلينا نوجه سؤال الحلقه للساده المشاهدين الاول. سؤال الحلقه بيقول هل تواظب على نظام غذائي معين؟ حضراتكم تقدروا تشاركونا على ارقام الهواتف التي تظهر تباعا امامكم على الشاشه، ويسعدنا تلقي اسئلتكم واستفساراتكم، ومعنا الدكتور احمد مشعل ممكن يجاوب مع حضراتكم على كافه الاسئله المختصه بموضوع الرجيم وانقاص الوزن. في البدايه دكتور حضرتك احنا في الشتاء انا قاعد في البيت كتير هشرب سوائل دافية كتير فيها سكر فيها طاقة وبالتالي استهلاكي هيبقى أعلى، وبالتالي طب إزاي أنا أحافظ على رجيم؟ وفي الغداء هل أكل مثلا شوربة خضار؟ نحسب عن طريق السعرات ولا نحسبها إزاي؟ لا مش هنحسبها عن طريق السعرات، إحنا هنحسبها عن طريق الكميات والنوعيات. خلاص؟ إحنا كنا لسه بنقول إنه في وجبات بتزود الحرق، قلنا الجبنة القريش وقلنا الفواكه وقلنا الخضروات زي شوربة الخضار، وكمان عايزين نتكلم عن الحاجة العبقرية اللي اسمها التمر. التمر بيدي لجسمنا سكر جاهز للحرق فورا، بيبتدي عمليات هضم التمر من الفم. يعني احنا بمجرد ما بناخد التمر تبتدي عمليات الهضم بتاعته من الفم وبيدينا كم كبير جدا من السعرات الحرارية سهلة الحرق. كمان عندنا العسل الابيض، والعسل الابيض بيدينا برضو سعرات حرارية ما بتسببش اطلاقا زيادة الوزن وبتسبب رفع المناعة وبيشتغل كمضاد حيوي طبيعي. يبقى انا عندي كذا حاجة ممكن اخدها في فصل الشتاء تزود لي الطاقة بتاعت جسمي وتخليني احتفظ بدرجة الحرارة وابعد خالص عن مسألة التخن. طب انا قاعد في البيت لفترة طويلة زي ما حضرتك سألتني دلوقتي وانا هزود في معدل الاكل وقاعد فاضي والناس لما بتلاقي نفسها فاضية والتلفزيون، طيب لازم على طول نحدد نوعيات الاكل. في حد بيبقى قاعد فاضي بيتغدى وبعدين ياخد بقية الاكل اللي اتفضل من الغدا وبعدين يقوم يعمل بيض مقلي او يقوم يعمل فول بالزيت او بعدين بعد شوية خالص يعني حس نفسه زهق يروح يجيب مسليات او مكسرات. تمام. النظام الغذائي ده غلط ليه؟ لانه ادخال طعام على طعام، ادخال طعام على طعام. احنا عندنا وجبة واحدة رئيسية في اليوم يا دكتور. هذه الوجبة بتمد جسمي بيه مجموعة معينة من العناصر جسم ما بيطلبش اكتر منها، واي زيادة الجسم بيحتفظ بيها في المغزى. انا مش محتاج ده دلوقتي فبيعبيه في كراتين وبيخزنه. طيب انا لو اخدت اكثر من وجبة رئيسية او اخدت العنصر بتاع الوجبة الرئيسية اكثر من مرة بيبقى عندنا زي ما اتفقنا كده حاجتين، يا اما بيرتفع معدلات الدهون في الدم اللي هو بيبقى الكوليسترول، الليبيد بروفايل بيرتفع زي الدهون الثلاثيه والكوليسترول والدهون الثقيله والدهون الخفيفه وما الى هذا. خلاص، وده بيبقى ليه خطره زي ما حضرتك عارف من مسببات امراض الدم القلب وارتفاع ضغط الدم، او بيحصل لنا سمن. تمام. خلاص، طب اتوجه لايه؟ اروح فين؟ يعني انا دلوقتي قاعد فاضي ولازم اكل،
على طول عندنا البرتقال. البرتقال واليوسفي دول من الحاجات اللي فيهم الياف ومدرات للبول وفيهم فيتامين سي، ومن الحاجات اللي ما بتديناش عدد كبير من السعرات الحراريه بيسمح بان احنا نتخن. خلاص حضرتك ذكرت قاعده ممتازه جدا اشار الى الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه ان نحن قوم لا ناكل حتى نجوع واذا اكلنا لا نشبع. مظبوط. اذا هو حضرتك معيار الرجيم الاساسي انك انت ما تاكلش الا اذا وانت جعان. صحيح. وفي نفس الوقت حضرتك ما تشبعش، وقال في حديث اخر ان فان كان لا محاله فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. صدق الرسول، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحضرتك من ناحيه ادخال الطعام على الطعام، ايه مضره الاخرى حضرتك كمان بالاضافه لان هو هيتخزن على هيئه الدهون؟ هو الحقيقه احنا لما بنبتدي مع مريض السمنه بنبتدي معاه حاجه اسمها تعديل السلوك الغذائي. معانا اتصال من الاستاذ احمد بعد اذن حضرتك. نكمل بعدين. اتفضل استاذ احمد. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. من فضلك عايز اسال الدكتور بس سؤال ممكن؟ اتفضل. دلوقتي يا دكتور انا في فصل الشتاء بزيد جدا وبملى جسمي بيملى، باجي في فصل الصيف بلاقي جسمي بينزل جدا وبلاقي زياده كبيره قوي بتنزل من جسمي. طبيعه وظيفه حضرتك ايه يا استاذ احمد؟ نعم يا فندم. طبيعه وظيفه حضرتك ايه؟ حضرتك بتشتغل ايه؟ موظف. موظف عمل مكتبي. تمام. حضرتك وزنك لما بيرتفع بقوه يعني ولا بيبقى بيرتفع بطريقه كبيره قوي يعني، وبعد كده بترجع تاني ينخفض في الصيف؟ في الصيف. في الصيف الجسم بينزل جامد قوي، فمش عارف ده من ايه يعني. طيب شكرا. شكرا. هنجاوب حضرتك. خليك معانا حضرتك برضو سؤال الحلقه بنوجهه مره تانية، هل تواظب على نظام غذائي معين؟ حضراتكم شاركونا على ارقام الهواتف اللي بتظهر قدامكم على الشاشه. ومعانا دكتور احمد مشعل، استكمل حضرتك. طب هناخد اتصال من استاذه ايه. اتفضلي حضرتك استاذه ايه. الو. اتفضلي. ايوه حضرتك قولي سؤالك انت على الهوا. أيوة. اتفضلي يا فندم. تمام. انا عايزه اسال حضرتك سؤالين يا دكتور احمد. اتفضلي يا فندم. انا رفيعه جدا وباكل كتير كتير جدا في الشتاء ومش بيبان عليا. تمام. يعني تحاليل ممكن اعمله او حاجه؟ حاضر. ايه كمان السؤال التاني؟ ليه دايما كل اللي بيعمل رجيم بيحصل له مضاعفات؟ يا انيميا لا لازم يحصل له مضاعفات في اثناء الرجيم. طيب حاضر يا ايه. حاضر حاضر. شكرا يا دكتوره. تحت امرك. ميرسي. نقاط مهمه جدا يا دكتور. الفرق بقى بين رجيم الشتاء والصيف مع الاستاذ. خلينا الاول نجاوب على استاذ احمد بسرعه. استاذ احمد، واضح ان جسم حضرتك انت بتاكل نوعيات اكل بترفع نسبه السوائل المخزنه في جسمك في فصل الشتاء اللي بيبقى فيها كم كبير من الاملاح. مع فصل الصيف بتبتدي الاملاح دي بتطرد من جسمك على هيئه عرق مع ارتفاع درجات الحراره. احنا كنا بنقول ايه؟ ان الشتاء فصل تناول سعرات حراريه لتدفئه الجسم، والصيف فصل تناول سوائل لتبريد الجسم. فانت السعرات الحراريه اللي انت بتاخدها في فصل الشتاء بتاخدها بطريقه خاطئه، فاحنا لازم يا استاذ احمد لو احنا بناكل نحاول نحافظ على معدل متوازن. انا انصحك طبعا في البدايه ان احنا بنعمل تحليلات تحافظ اللي هي بتوضح لنا مستويات الاملاح زي تحليل البول وتحليل النقرس وتعرضهم على مختص. اذا كان في عندك املاح بنبتدي نعالج هذه الاملاح وتزود لها شويه في معدلات شرب السوائل علشان الفقد بتاع السوائل عندك في الصيف بيكون مرتفع. بالنسبه للاستاذه ايه، اي حد يا ايه بياكل كتير وما بيبانش عليه زي ما انت بتقولي، ده معناه ان السعرات الحراريه بتاعته ما بتتخزنش بالطريقه الصحيحه او ما بيحصل لهاش امتصاص داخل الجهاز الهضمي. بمعنى ايه؟ بمعنى انا لازم اراجع يا ايه. رقم واحد، هل القولون عندي سليم؟ احنا بنعمل تحليل البكتيريا الحلزونيه لانه ممكن يكون في عندنا اضطراب في الجهاز الهضمي او ممكن يكون في عندنا التهاب في المعده بطريقه ما. رقم اثنين، بنعمل تحليل للبراز. ربما يكون في ايه في عندك عسر هضم، العسر الهضم ما بيخليش المعده تهضم بالطريقه الصحيحه وتعمل لك فصل للعناصر، ده دهون ده كربوهيدرات ده سكريات، فما بيحصل لهاش امتصاص جيد. رقم ثلاثة، لازم نعمل تحليل للبول علشان نطمن على وظائف، هل في املاح او هل في بكتيريا مأثرة عليكي، وصورة الدم عشان لو في انيميا. ده رقم واحد. بعد الاطمئنان على هذا الكلام، ربما يا ايه انت مركزة في نوع واحد من الاكل، يعني حضرتك ما بتاخديش مجموعة العناصر المتكاملة زي ما بشوف ناس تقول والله انا طول النهار في الشارع وانا مضطر اكل كشري. طب ما انا باكل كربوهيدرات ما بتخنش ليه؟ لانك بتاكل صنف واحد وجسمك محتاج 10 اصناف. يعني احنا ما ينفعش نخلي الكربوهيدرات يغنينا عن الدهون او البروتين يغنينا عن النشويات، فاحنا لازم يا ايه نضع نظام متوازن يفيد جسمك. رقم اتنين بقى في سؤالك اللي هو ليه كل اللي بيعمل دايت بيمر بمضاعفات؟
الدايت هو اسلوب حياة صحي، يعني انا بعلم حضرتك طوال الفترة اللي انت بتعملي فيها رجيم ان انت تمشي على نظام صحي، ده نظام حياة. اذا احنا ما مشيناش على نظام صحي اللي بيحصل انه بيبتدي يحصل انيميا او تساقط في الشعر او ظهور تجاعيد، ده معناه ان احنا ما كناش ماشيين على نظام غذائي متوازن. فيفضل المتابعة مع طبيب مختص في وضع انظمة الدايت. هنتكلم على الفرق بقى بين رجيم الشتاء والصيف والعوامل النفسيه في الشتاء، لكن معانا صور هناخدها حضرتك تعلق لنا عليها. اتفضل حضرتك اعرض الصور، شوف نشوف الاشخاص دول وصلوا للصوره دي ازاي حضرتك. يعني تمام يا فندم. في ناس عملوا رجيم، هذا شخص اهو ما شاء الله. دي صوره يعني واحد وزنه زاد. ده يعني وزنه زاد للغايه، زياده مفرطه طبعا في السن. سمنه مفرطه طبعا. بعد ما عمل رجيم وصل لشكل ازاي؟ ويا ترى يا دكتور احمد هل ده ممكن يتطبق معانا؟ شوف، خلينا الاول نكون واضحين انه علشان التعامل مع السمنه المفرطه ما هوش ده راجل بياكل اللي هي الجنك فودز او الفاست فودز، ودي يمكن اسباب السمنه، يعني السبب الشائع لحدوث السمنه. السمنة المفرطة التعامل معها بيكون على أكثر من محور، لأن ربما يكون زيادة الوزن يا دكتور ما هياش زيادة وزن نتيجة تناول سعرات حرارية. السمنة المفرطة دي معناها إن إحنا في عندنا اختلال عضوي، ربما يكون في الغدد الدرقية، يعني في عندنا مشكلة بتحصل في الغدد الدرقية بتؤثر على التمثيل الغذائي للدهون. دايما نقص إفراز الغدد الدرقية هو ده المسؤول. صحيح. بيؤدي إلى ارتفاع معدلات تخزين الدهون في الجسم إذا حصل نقص في الإفراز. والعكس بالعكس، يعني والعكس بالعكس. صحيح. يؤدي إلى نحافة الفرطة. صحيح. تمام. يبقى أول حاجة المفروض يحلل حضرتك. لازم الأول رقم واحد نطمن إنه إحنا ما عندناش اختلالات في الغدة النخامية أو في الغدة الدرقية أو في معدلات إفراز الهرمونات في الجسم. رقم اتنين لازم نطمن على المعدلات الحيوية. هنكمل مع بعد اتصال أستاذ منتصر بعدين حضرتك. اتفضل يا فندم. اتفضل يا أستاذ منتصر. استاذ منتصر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اكلم الدكتور. اتفضل يا فندم. مرات انا وزنها 73 كيلو كانت ولد. قطع الاتصال. عودنا تاني الاستاذ منتصر، هيعود الاتصال مره اخرى. اعتقد هو بيشكو من البطن بعد الولاده. ايوه. طيب. احنا كنا بنتكلم عن السمنة، اسباب السمنة المفرطة. قلنا الهرمونات ربما يكون سبب عضوي، وربما يكون رقم اتنين في عندنا مركز للشعور بالجوع في المخ. تمام. هذا المركز زيه زي اي مركز اخر ربما يصيبه بعض الاضطراب، فبيفضل الشخص طول الوقت يطلب الطعام، طول الوقت يطلب الطعام. فبنعمل فحص بمجموعة من التقنيات، وإذا كان في اضطراب في هذا الجزء بنبتدي نتعامل معه. رقم ثلاثة، السمنة المفرطة نتيجة التناول المفرط للطعام، مش كميات، خد بالك. تمام. نوعيات. يعني إيه؟ بعض الناس اللي بتروح تعمل جراحات تكميم المعدة أو البالونة بتاعت المعدة. أيوه. علشان يشبعوا، يشعروا بالشبع، يجي بعد الجراحة عايز يضحك على العملية، ما هو مش هياكل كتير، يعمل إيه؟ ياكل حاجة طرية ومليانة سكريات، ياكل حتة بسبوسة. بس. شوف ازاي. ياكل حته كنافه، ياكل شوكولاتاي، هي مش هتملى له معدته، لانه يعني خلاص دي بتتهضم تقريبا في الفم معظم السكريات، وبيلاقي نفسه العمليه فشلت. هو الراجل يروح للجراح بتاعه يقول له طب ازاي، الجراح هيتجنن. يكتشف انه هذا المريض بياكل انواع من الاكل تحتوي على كم كبير من السعرات الحراريه. احنا عايزين نشير كمان لنقطه كمان مهمه جدا يا دكتور احمد. معظم الناس بتعتقد ان هو يروح الصيدليه يطلب حبوب او الدكتور يوصف له حبوب لانقاص الوزن. في حاجات كتير قوي منتشره تم منعها عالميا، مواد كتيره زي الاورليستات وخلافه وكافه الادويه المشابهه لخطوره على صمامات القلب. فاحنا بننبه المرضى ان صمامات القلب بتتلف وفي ممكن تعرض للموت المفاجئ. تم منعها على في معظم دول العالم، لكن ما زالت للاسف هي بتستخدم هنا. لا شوف، يعني انا يمكن هختلف مع حضرتك في الجزء الدوائي، لانه مباشره كده احنا في عندنا في انواع معينه من الادويه اللي هي كانت مجموعه السايبوترايمينز اللي هي كانت بتشتغل على مركز الشبع في المخ، ويعني كان ليها مجموعه من المضاعفات زي القلق والسهر وكذا 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 وكذا. لكن يمكن مجموعه الاورليستات، انا قريت اخر بحث كانت عاملاه الاف دي اي، يعني كانت سيف اذا استخدمت مع المريض المظبوط.
لانه خد بال حضرتك ان كل دواء ليه مريضه. هو من تجارب مجمعه حضرتك وصدر توصيات بذلك في حتى هنا في مصر بدا يمنع او يقل هذه الانتاج هذه الاصناف من ادويه الاورليستات. حضرتك بيعمل في اكثر من 70% من المرضى تلف في بعض صمامات القلب وبيؤدي الى الوفاه المفاجئه في بعض الحالات. هذا الاختلاف في الراي لا لا ابحاث حضرتك يعني دائما هناك ابحاث ضد ابحاث، ولكن احنا في النهايه بنحتكم الى الموافقه بتاعه الاداره المركزيه بتاعه وزاره الصحه، واعتقد انه احنا عندنا كم مناسب من الامان اذا كان الطبيب من يصف، لانه بعض الاحيان المريض بياخد الروشته بتاعت قريبه يصرفها، وهي دي بقى المشكله. خدت بالك امتى يكون استعمال الدواء غلط؟ اذا المريض اخذ الروشته بتاعت قريبه، او ربما المريض بيعدي على الصيدليه يقول له اديني حاجه للتخسيس. وطبعا حضرتك يمكن من الناس العظماء في مهنة الصيدلة، وانا عارف ان حضرتك بترفض هذا السلوك، ولكن بعض الصيادلة بيستسهلوا بيع المنتج، فطبعا ده الخطأ. لكن خلينا نقول انه كل الأدوية المضر والمفيد ما هو الا مساعد لإرادة الشخص. يعني اذا هذا الشخص اتخذ القرار انا ناويت اني اقلل معدلات السعرات الحرارية اللي انا باخدها، ده رقم واحد، او ان انا امشي على دايت معين، او اني اتوجه لاني اعمل جلسات معينة علشان انزل منطقة معينة في جسمي زي البطن او الارداف، او ان انا اتوجه للدكتور عشان اخد نظام غذائي معين، ارادته الشخصية. بعض الاحيان على الرغم من كل الادوية اللي احنا بنوصفها للعيانين، وعلى الرغم من كل البرامج اللي احنا بنسميه برنامج شخصي، يعني انا كاتب برنامج مخصوص لسيادتك ما ينفعش لحد غيرك، المريض ارادته بتقع في فتره من الفترات ويقول والله انا مش هكمل، بس المريض الجدع اللي ارادته تقع شويه ويرجع يكمل. تمام. مش يحصل له حاله ياس. انت متى الاستمرار على الدايت؟ الدايت هو عمليه حرمان لمده ما، لازم تعمل لنفسك معسكر عمل ويكون عندك الحماس انك انت تستمر الى نهايه البرنامج، لكن مجرد ان احنا حماسنا بيقع او نلاقي نفسنا ما خسناش الاسبوع ده، او نلاقي او معلش انا لخبطت اسبوعين ورا بعض فزدت 2 كيلو، لا انا مش هروح للدكتور تاني، ده خطا. انت كده بتضيع مجهودك او مستمر في الاضرار بصحتك العامه. تمام. هو عموما حضرتك يا دكتور يعني الاعتماد على ادويه، هو بيعتقد بعض المرضى انه مجرد ياخد حبايه وياكل اللي هو عاوزه. لا صحيح. فده خطا. فلا بد من عشان كده انا بوضح اهو. انا بوضح اهو. كل انا الطبيب والدواء والبرنامج الغذائي كلنا عناصر لمساعدة إرادة المريض. تمام. لكن كل هذه العناصر، يعني إذا أنا موجود وإذا البرنامج الغذائي موجود وإذا جبنا أفضل عقار في العالم وأكثرهم أمنا واديناهم لمريض هو ما عندوش رغبة حقيقية في إن وزنه ينخفض، إحنا بنتوقع نجاح التجربة، اعتقد 100% هذه التجربه هتفشل. هو الحل اللي حضرتك ذكرته في الاول عدم ادخال طعام على طعام، فالانسان يختصر في طعامه في البدايه، يبقى اذا لا يشمل ايه بقى الكلام اللي انا بقوله ده، حتى الجراحه، لان بعض العينين يتخيل ان هو هيخش من اوضه العمليات نص ساعه ويخرج من اوضه العمليات خلاص انا بقى كده اكل بقى براحتي واعمل اللي انا عايزه، اقول له لا يا حبيبي خد بالك انت بعد الجراحه هتمشي على نظام صارم للحفاظ على نتيجه الجراحه، لكن مفيش حاجة في الدنيا بدون إرادة حضرتك، أنت اللي لازم يكون عندك إرادة إنك أنت تتقدم إلى الأحسن. أنا مش عارف إحنا باقي عندنا وقت قد إيه في الحلقة، لكن أنا عندي قاعدة عايز أأكد عليها طول الحلقة. إحنا قدامنا حوالي 3-4 دقايق حضرتك. تمام. في أكتر من سؤال عاوزين يعني اتفضل حضرتك. الأول أنا بس عشان قبل الحلقة ما أنت عارف الوقت الحلو مع حضرتك بيجري بسرعة جدا ومع مشاهدين قناة الصحة والجمال. أنا عايز أأكد إنه الشتاء ليس فصل السمنة، الشتاء هو فصل حرق الدهون، لأن جسمك محتاج دهون علشان يرفع درجة حرارته. حضرتك لو حسيت بالجوع في فصل الشتاء أو حضرتك ما خرجتش وقاعد في البيت لفترة طويلة، لو سمحت كل أكل صحي، اتمسك بالفواكه والخضروات، تمسك بالأكل منخفض السعرات الحرارية زي الزبادي اللايت زي الجبنة القريش، على طول قلل الدهون وقلل النشويات، خليك في الألياف، بلاش تدخل السكريات على حياتك كتير، هتلاقي فصل الشتاء هو فصل تقليل السمنة وإحساسك بجسمك الجميل، لأن الصيف فصل فقد السوائل، عمر الصيف مكان فصل فقد الدهون.
طب اتفضل يا دكتور. اذا اتكلمنا عن مصطلح حضرتك بتداول بين الناس اللي هو كآبه الشتاء، ده بيرجع لايه وبيتعلق بيه؟ الحقيقه لحاجتين. الحاجه الاولانيه لان الشتاء هو فصل السكون. معانا اتصال هناخده بعد اذن حضرتك. اتفضل يا فندم. سريعا اتفضل. الو الو، ممكن اكلم دكتور احمد؟ هيا اتفضلي يا حضرتك. انا بس عايزه اساله، عندي ابني عنده 10 سنوات وهو طوله 148 سنتي ووزنه 75. تمام. فانا عايزه اعرف بس في تحاليل معينه ممكن اعملها او ممكن يعمل دايت او لا؟ حاضر يا فندم. شكرا. في الاول هل ده المعدل الطبيعي حضرتك؟ لا طبعا ده مش المعدل الطبيعي للوزن في مقابل الطول او للوزن في مقابل العمر، لان احنا بنمشي على حاجه ستاندرد ديفيشن. هذا الجدول اللي احنا ماشيين عليه في هذه الشريحه العمريه بيقول ان هذا الوزن مرتفع للغايه. رقم واحد بنتاكد زي ما اتفقنا ان احنا ما عندناش اختلالات عضويه اذا كان من الهرمونات او من الجهاز العصبي. في حالات الاطفال بنتاكد ان احنا ما عندناش اي متلازمه وراثيه، لان خدي بال حضرتك ربما ترتفع السمنه في هذا السن المبكر قبل البلوغ مباشره لوجود متلازمه وراثيه معينه. لازم بنتوجه لطبيب يفحص جسم الطفل ويعمل له الفحوصات الكافيه. رقم ثلاثه، انا عايز حضرتك وانت بتاكليه في البيت ما تتمسكيش ابدا بالموضوع بتاع خلص الطبق عشان الطبق يدعي لك، او كل قوي علشان تبقى قوي. احنا هناكل الاكل السليم اللي فيه كم كويس من البروتينات ونسبه مناسبه من النشويات، ونمنع المشروبات الغازيه والحلويات. اتصال تاني تجاوبنا عليها. استاذ منتصر تاني رجع لنا، اتفضل. زوجتي انا وزنها 73 كيلو، كانت ولدت من سنه بتنزل تبقى 70 69 وترجع ثاني، فعايزين نظام غذائي يعني رجيم يعني. دقيقة واحدة يا دكتور أحمد، اتفضل معاك البرنامج. في حضرتك المدام ولدت من سنة، احنا عايزين نزود لها شوية معدلات الدم، يبقى مفيش أنيميا فيها. هنديها الفواكه اللي تحتوي على نسبة كويسة من الحديد زي التفاح والكمثرى، هنديها الفواكه اللي تساعدها على إتمام عملية الرضاعة زي الحاجات اللي فيها فيتامين سي زي البرتقال والجريب فروت واليوسفي. لو سمحت زود لها الألياف علشان تحسن لها عمليات الهضم. المدام قبل ما تمشي على نظام تغذيه كويس لازم اهم حاجه هنعمل لها تحليل لنسبه الانيميا ونطمن ان ما عندهاش انيميا. من فضلك اديها كم بروتينات كبير علشان تساعدها على الرضاعه، اديها كم نشويات قليل علشان نبتعد عن السمنه. في النهايه احنا بنشكر حضرتك دكتور احمد مشعل رئيس وحده العلاج الطبيعي والسمنه بالمركز القومي للبحوث. بنشكر حضرتك في تحت امرك يا فندم. بشكركم اعزائي المشاهدين ونتمنى لكم اجساما صحيحه ورشيقه ان شاء الله، وحتابعونا في مثل هذا الموعد حتى نلتقي في مثل هذا الموعد من الاسبوع القادم. لكم مني احمد البهي اطيب المنى واحلى السلام. دمتم في رعايه الله وامنه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. أكلتنا جميلة وصحية موصوفة بطريقة علمية، هنقولها علشان المرضى بالهنا والشفا أكلة هنية. كل اللي نفسك تشتهيه عندنا بسهولة هتلاقيه، والأكل بتاعنا تلاقي فيه كل العناصر الغذائية.